لمنافسات كأس العرش. لقاء غادي يجمع بين فريقي شباب المحمدية وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، طموح مشترك لانتزاع بطاقة مرور للدور ربع النهائي. في البداية اكيد رمضان مبارك سعيد، عواشر مبروكة، بالصحة والعافية لكل المغاربة والأمة الإسلامية. مباراة كما قلت قوية بين فريقي شباب محمدية صاحب الرتبة 13 على مستوى الدوري، مازال ينافس من أجل الحفاظ على أمال البقاء بالدوري الاحترافي. مباراة فاصلة حاسمة مؤهلة للأدوار النهائية، انتظروا القراءات التقنية والتكتيكية للمدربين. تعطى الطريقة ديال المباراة، نتمنوا أن نتابعوا لقاء مفتوح بين الفريقين للرجاء مع جوزيف زيمباو. لعبت تفتة الزاوية من الجهة اليمنى، خروج الحارس هذه فرصة تدخل ونفاتيش هذه عمل نفاتي، كان إلى جانبه يوسف العمري دائما يفيد فريق الرجاء من الجهه اليسرى. ترفعات الكره داخل منطقه الجزاء البحتري مهدي موهوب، ترجع الكره من كامارا، دي فرصه، الكره خارج ارضيه الملعب، كره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى، لان الكره لمست مهدي موهوب. الصافره ديال الحكم حمزه بهاج، تواجد كذلك انس ملهمي والقروش. اذا حمزه بهاج فرصه، تدخل الحارس ممتاز، لاعب حمزه بهاج بقوه وتدخل كذلك في المكان المناسب للحارس والعميد انس زنيتي، يتدخل في الكره الاخيره. مبارك لاحمد كامارا، ادم النفاتي او نوفل الازرهوني كيمر عند يسري بوزوق، يسري بوزوق ممتازه عند بالعمري، هذه فرصه فرصه فرصه، تدخل الحارس، تدخل الحارس لمهدي الحرار، كانت فرصه لفائده فريق الرجاء. يوسف بالعمري اللي كان وجها لوجه مع الحارس، لاحظوا طريقة التمرير داخل منطقة الجزاء، خروج المهدي الأحرار اللي غلق الزاوية وتمكن من التدخل وإبعاد الكرة للركنية. يعطي الانطلاق الآن لتنفيذ هذا الخطأ. نوف الأزرهوني تلعبت كرة مباشرة، تدخل وإبعاد الكرة للزاوية، تلعبت الكرة أرضية. نوف الأزرهوني لعب كرة مباشرة للمرمى، تدخل من المحمدية، ادم النفاتي من الجهة اليسرى، نفاتي انطلاقة، السرعة ديال ادم النفاتي غادي يبحث على العرضية، هذه فرصة، ترفعات الكرة البحث على مهدي موهوب، فرصة رأسية، هناك المطالبة بلمسة يد بضربة جزاء. يعني التمريرة ديال ادم النفاتي، مهدي موهوب بالرأس، تدخل الحارس مهدي الحرار، كانت المطالبة بلمسة يد. الألقاب ادم النفاتي، ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، مشات فوق المرمى، فرصه لفائده فريق الرجاء. سنتابع مره اخرى، تعبات الكره الراسيه ولكن اشتطت الكره ليوسف ديلوزي، رفع الكره، دي فرصه راسيه، تدخل الحارس، تدخل الحارس انس زنيتي، فرصه ومحاوله، لاحظوا رده فعل الحارس انس زنيتي لتلعبات الكره بشكل ممتاز داخل منطقه الحدوث. سنتابع انه هرب من الرقابه، لاحظوا خرج من الرقابه اللي كانت مضروبه عليه من طرف خصوصا عبد الله خفيفي، وكان تواجد يوسف بالعمري، القروش الراسيه لم تكن بالشكل الجيد. الزاويه من الجهه اليمنى، لاحظوا صعود عبد الله خفيفي، تواجد اسماعيل مقدم، تلعبات الكره دائريه، البحث الراسيه مرت جانبا، عبد الله خفيفي والكره مرت جانبا، محاوله وفرصه لفائده فريق الرجاء. عبد الله خفيفي والكره لم تكن خفيفه في هذه الكره، لانه لاحظوا مشات بسنتيمتر. بوزوق، يسري بوزوق، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق، شو غادي يعمل يسري بوزوق؟ دائما حتى الكره كيمرر، هذه فرصه ادم النفاتي، فرصه والهدف، هدف اول بواسطه يوسف بالعمري، فريق الرجاء ينجح في الوصول لمرمى الحارس المهدي الحرار. تمريرات قصيره، عمل كبير يسري بوزوق، تسديده قويه، تدخل مهدي الحرار ويوسف العبري في المكان المناسب، يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره لجماهير الحاضره التي تتابع اللقاء وتتابع المباراه. والرجاء اذا تقريبا قرب ثلاثه ديال الدقائق ينجح في الوصول لمرمى الحارس المهدي الحرار، هدف اول لفائده فريق الرجاء. سنتابع يسري بوزوق، لاحظوا العمل اللي قام به، وصلت كره لادم النفاتي، تسديده مهدي موهوب، ترجع الكره ليوسف بالعمري الذي يسدد والكره تعانق الشباك، هدف اول لفائده فريق الرجاء. نتابع من جديد هذه المحاوله، لاحظوا هذه المترابطات وهذه التمريرات القصيره بين اللاعبين، مشات كره في الجهه اليمنى عند اللاعب معاد قاري، معاد قاري رفع كره، دي فرصه فرصه، تسديده دائما خطوره متواصله، كان فرصه ومحاوله لفائده فريق شباب الزرهوني. انطلاقه ديال نوفل الزرهوني، الزرهوني شنو غادي يعمل نوفل الزرهوني؟ البحث على المراوغه، الزرهوني رفع الكره، فرصه مرت جانبا، والحكم كيقول الزاويه لفائده فريق الرجاء، كان تدخل وتغطيه من طرف المدافع انس ملهمي امام نوفل الزرهوني. نتابع
الثاني هذه الفرصه وهذه المحاوله الزرعوني بالجهه اليسرى يمرر ولكن ما التكوين وهذا مهم جدا تبع هذه المحاوله باللاعب الامريكي مرعد مهدي موهوب داخل منطقه الجزاء مراوغه ديال مهدي موهوب يمرر وتدخل زكريا دريوش فرصه لتبادل هذه المحاوله مهدي موهوب هنا المراوغه بشكل ممتاز كيمرر لو مرات الكره لاحظنا لزكريا دريوش في المكان الملازم هنا المراوغه خروج الحارس في الوقت